كذا انجليزيين. سم الوقت انتهى يا استاذي. بس عشان بعرج على موضوع الدروع هذا. ايه تفضل انت سفير الوقت تفضل. بس جمعيه البر الله يعطيهم العافيه، طبعا ما نزيد على كلام الشيخ كلام الشباب في موضوع الصدقه وموضوع المساهمه. جمعيه البر بالمضارف قدموا فكره وقيمه مضافه في مساله الدروع. اذا احد تبرع او حاب يهدي شخص سهم في هذا الوقف، ففي ثلاثه دروع تقدم من الجمعيه للشخص المهدى له، توصل له مباشره. الدرع الصغير هذا قيمه السهم 5000 ريال، والدرع اللي اكبر منه ب 10000 ريال، والدرع الكبير ب 20000 ريال. بمجرد انه بس يحول المبلغ يرسل بس ايصاله تحويل للرقم الخاص بالجمعيه والعنوان، عنوان الشخص اللي اهدى له هذا السهم، فمباشره يوصل له الدرع الى عنوانه. حتى لو اللي في البرنامج هنا. ايوه اي شخص. يعني الدرع باسمه هو. الدرع يهدي اي شخص سواء في البرنامج او شخص يهدي الوالده او والدته، زوج لزوجته والعكس كذلك. زي ما ذكر اخونا احمد الحبشي، وان شاء الله رقم التليفون سيخرج لكم تباعا، وساغرد بها انا في حسابي او تغرد بها الجمعيه في حساباتها في تويتر باذن الله. وزي ما قلت 60000 واحد منكم يا مشاهدينا 100 ريال تغطى وقفنا وسعدنا غدا باكتماله على ايديكم يا اهل الخير.